الكاتب والمعارض السوري أيمن عبد النور، منرحب فيك في فيينا ونتمنى لك إقامة طيبة وعودة آمنة بإذن الله. أهلا بك وشكرا لكل اللي حضر معنا اليوم الندوة مع الجالية السورية، لأنه فعلا كانت رائعة ومنوعة وبتضم كل فئات شعبنا ومكوناته. نعم، ونحن على هامش الندوة أردنا إجراء هذا اللقاء معك. سؤالي بالبداية، من هي الجهة الداعية لكم في النمسا؟ حقيقة الواقع اللي فرضه النظام السوري بعد نجاحه بجذب ودعوة 5 أكبر رؤساء كنائس في أوروبا إلى دمشق، وإضافة لرئيس قسم الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي السيد لوكاس لزيارة دمشق خلال آخر حوالي 6 شهور، يعني أثار كثير من الانتباه. وبالتالي المنظمة اللي أنا بعمل معهم كسوريين كمسيحيين معارضين، كان ضروري أنه نتحرك ونشوف يعني كيف نجح أولا النظام بدعوة هؤلاء الأشخاص القيادات الكبرى، رغم أنهم كانوا يمتنعون هم أنفسهم عن الذهاب إلى دمشق، واعتذروا مرتين عام 2018 وعام 2019. فما هو السر الجديد الذي قدمه النظام من أجل أن يقبلوا في عام 2022، وما هي الخدمات التي قدمها النظام، وما هي صفقة التبادل التي وافقوا عليها ضمن هذا المناخ؟ فأنا عندي جولة الآن مع باسم المسيحيين المعارضين في 5 دول أوروبية للقاء مع هؤلاء الشخصيات والقيادات الكنسية الكبرى في عدد من الدول الأوروبية والخارجيات أيضا، هنا في وزارة الخارجية مع رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط، ولقاءات مع القيادات الكنسية في الدول الأوروبية لكي نعرف، وفي كل دولة نفس الأمر، لنعرف تماما ما الذي جرى ونقدم الصورة المغايرة لما طلبه وما قدمه وصوره خاطئا لهم النظام، نقدم الصورة الحقيقية، صورة معاناة شعبنا هناك. إذن الدولة النمساوية هي إحدى تلك الدول، هل لنا أن نعرف ما هي الدول الأوروبية الأخرى التي تنوون زيارتها؟ نعم، بعد هون في عنا لسه 4 دول، في عنا براغ وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي الفاتيكان قداسة الحبر العظيم. لماذا بدأت النمسا تهتم مجددا بالقضية السورية، وما هي وجهة النظر النمساوية تجاه القضية السورية التي تتبناها حاليا؟ حقيقة ما الحراك السياسي حول الشأن السوري في النمسا هو جزء من حراك أيضا أوروبي وجزء من حراك أكبر دولي، يعني في الآن الجمود في قضية التحرك ما يجري على الأرض السورية أدى إلى أن كثير من الدول تعيد دراستها في وتعاملها مع الشأن السوري، ومنها دول عربية، أن النظام ما زال حتى الآن باقي، وبالتالي العدم التعامل معه يعني ليس من باب الحنكة السياسية لتلك الدول التي لا تهتم بما يجري للشعب السوري، كون الشعب السوري ليس من مواطني تلك البلدان وليس ناخب للسياسيين فيها، ما عدا الجاليات السورية التي تنشط من أجل تغيير تلك الصورة. لكن بالنسبة لهم أصبح هناك قناعة أن الأمر ما زال مستمر وأن الصراع في سوريا يبدو مؤهل لأن يستمر سنوات أطول، وبالتالي يجب أن يكون لديهم على الأقل نافذة للحوار، إضافة للسفارات المفتوحة كالنمسا التي لديها سفارة ومقر البعثة الدبلوماسية في بيروت. هناك حتى حراك سياسي الآن وفق ما فهمناه أنه كي يتم نقله إلى دمشق وعدم الاكتفاء بأن يكون البعثة موجودة في بيروت، وهذا أمر أيضا في عدد من الدول الأوروبية الأخرى التي نعمل كي نقوم بتقديم صيغة تمنع مثل هذه الأمور ونقدم مدى التأثير السلبي لصورة تلك البلدان التي ترغب في إعادة العلاقات والتطبيع مع نظام دمشق، وأيضا انعكاس ذلك على شعبها وعلى سمعتها وعلى إمكانية أن يكون هذا يعتبر ترويج لإقامة مثل النظام السوري حتى في داخل أوروبا في دول ما زالت حتى الآن غير مستقرة سياسيا. لدي فضول فيما إذا كنت قابلت وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شانبيرغ. لا، غدا عندي لقاء مع رئيس قسم الشرق الأوسط في الخارجية، واللي فهمت في مستشارة من رئاسة الجمهورية أيضا. أستاذ أيمن، ما هي صفة لقائكم في النمسا وهل تحاولون تمثيل أحد؟ نحن حقيقة لا، يعني نحاول تمثيل الصوت ونقل الصوت المعارض السوري والمسيحي اللي سحب ورقة حماية الأقليات من النظام السوري، وهي ورقة جدا مهمة استطاع أن يلعب عليها بشكل أقنع عدد من يعني ليس بقليل، عندما نذكر أن هناك 5 رؤساء لكنائس كبرى ومنها أمريكية شاركت في زيارة سوريا خلال آخر 6 شهور، هذا لا يمكن أن يتم صدفة. إذن هناك مخطط مدروس ينفذ بدقة
تقدم له كل الإمكانيات لخدمته إعلاميا وماليا وخدماتيا وقرارات، لأنه غير بروتوكول استقبال الذي كان يتم 2018 و2019، وبناء عليه رفضوا رؤساء الكنائس الذهاب إلى سوريا، الآن غيروا كي يتمكنوا من الحضور. يعني إذن هناك فكر، هناك أشخاص أو جهات منظمة قد تكون بعضها غير سوري تساعد النظام في إقامة العلاقات، وهنا يشك في أنه يستخدم شركات دولية في العلاقات العامة التي استطاعت أن تنسج له مثل هذه الأمور، لأنها لا يمكن أن تتم بعقلية مثل هذا النظام المجرم. هذه ببساطة أستطيع أن أجيبك. نعم. وهل هناك مخطط لزيارات قادمة إلى النمسا بصدد هذا الشأن؟ نعم، هناك زيارة متابعة إن شاء الله قريبا ستكون أكبر وضمن وفد وتغطى في الإعلام. تجاه الحالة السورية، هل أعربت النمسا عن موقف واضح ورسمي حتى الآن؟ حتى الآن الجدال أو النقاش السياسي في أوجه بين المذكرات التي تقترح أن تبقى النمسا كجزء من الاتحاد الأوروبي بعيدة عن الانخراط المباشر مع النظام السوري، وتبقى أقصى ما يمكن سفاراتها مفتوحة في بيروت، وبين من يجادل وخصوصا من بين الدبلوماسيين السابقين الذين خدموا في سوريا أنه لا يمكن فتح من أجل تحقيق مصلحة النمسا السياسية ومصلحة أمنها القومي أن يكون هناك فتح خطوط مباشرة. لذلك بين مدرسة تقليدية وبين مدرسة حديثة ما زال الجدال محتدم في النمسا. أستاذ أيمن، كيف تقيم اللقاء هنا في النمسا، وما هو انطباعك عن شكل التعامل في هذا الملف خاصة بعد انقضاء أكثر من 10 سنوات على الأزمة السورية؟ حقيقة في جهد كبير عم بيقوموا فيه السوريين في النمسا، لكن يمكن أن تكون النتائج أكبر بكثير فيما لو كان الترابط والتنسيق بين الجهات المختلفة التي تنشط على الأراضي في النمسا متسقة، ولو كان في تنسيق أكبر، ولو كان في توحيد للجهود. يعني يلاحظ أن كثير من الجهود تفتت جهود الآخرين، وهذا حقيقة جزء يعني أصبح مكرر في عديد من الدول في العالم، وبالتالي نخفف النتيجة الإجمالية لعمل كل هذه الجهات المختلفة السورية التي يفترض أن تنجح وتحقق لابي أكبر. في الولايات المتحدة هناك قانون ينظم ذلك، وبالتالي استطاعت الجالية أن تحقق نتائج كبيرة، بينما في الدول الأوروبية القانون محدود ولا يسمح بالتعامل السياسي المباشر مع المنتخبين والممثلين وأعضاء البرلمان بدون المرور عبر أحزابهم، لذلك التأثير أقل. لكن هناك اقتراحات تم تداولها اليوم حقيقة مع المجموعة النخبوية الرائعة التي حضرت اللقاء، أن كيف يمكن تجاوز هذا الأمر وكيف يمكن التأثير أكثر وإبداء الرأي وإيصال الصوت إلى كل المؤسسات العاملة في النمسا كي يكون تدخل أكبر، وبعيدا عن الحيادية التي اتسمت فيها دور النمسا خلال 10 سنوات الأخيرة. الكاتب والمعارض السوري السيد أيمن عبد النور، أشكرك الشكر الجزيل أنك تكرمت بالإجابة، ومرة ثانية أهلا بك في فيينا. شكرا لك. شكرا.